بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا كلنا عارفين الظروف اللي احنا فيها، مضطرين طبعا ان احنا نشتغل المحاضرات اونلاين. نعرف طبعا ان يعني واحنا بنشرح قدامكم بيبقى في ناس مش فاهمة بتسأل دلوقتي. يعني هنحاول نبسط، هحاول ابسط لكم المعلومة على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت لو اي حد عنده كومنت او عنده اي اسئلة ممكن يعمل كومنت على الفيديو نفسه، او ممكن يبعت لي على الواتس على الرقم دوت. السؤال يكون واضح، هو مش فاهم نقطة ايه، وان شاء الله ايه نجاوب على الاسئلة واحدة واحدة. طيب احنا النهاردة بنكمل الكورس بتاعنا اللي هو الدريلينج انجينيرينج كورس، كورس حفر ابار البترول. والنهاردة بنتكلم على اوبريشن مهمة جدا جدا واساسية في اي بير، وهي اوبريشن السيمنتنج، او عملية بتتقال بالعربي بقى كده يعني ايه سمنتة الابار. طيب طبعا كلنا عارفين اي بير ببتدي احفره بالدريسترنج بتاعي بالدقاق لحد ديبث معين، يعني لحد عمق معين، وليكن مثلا الدبس دوت مثلا 700 متر. ده اول سيكشن، اول سيكشن او اول جزء هحفره من البير. طيب احنا حفرنا لحد الدبس دوت، بيكون مطلوب مني اعمل ايه بعد كده؟ هل بكمل حفر؟ لا، انا بستوب حفر عند الدبس دوت وابتدي اعمل عملية تبطين للبير. تبطين اللي هي الكيسينج. طيب الكيسينج عبارة عن ايه؟ عبارة عن مواسير اسطوانية من الستيل او من الحديد، تمام، بنزلها في البير بتاعي بالمنظر دوت. والمواسير دي من اسمها وظيفتها كده تبطين البير، تبطين البير. طيب الكيسنج اللي احنا نزلناه في البير دوت هنثبته ازاي؟ ما هو دلوقتي فري، يعني لو انا حصل اي حركة من فوق الكيسنج دي او المواسير دي تقدر تتحرك في الاتجاه ده او تقدر تتحرك في الاتجاه ده، فلازم اثبتها. اثبتها ازاي؟ عن طريق ضخ الاسمنت، ان انا بضخ الاسمنت من الداخل. الاسمنت بيخرج في الجزء ده اللي هو اسمه الانلس، ويبتدي السيمنتنج يملالي كل الجزء ده. طيب انا بعمل الكلام ده كله ليه؟ يعني ايه هدفي من كل ده؟ اول حاجة طبعا كلنا عارفين ان انا وانا بحفر عندي حاجة اسمها الفورميشن بريشر او ضغط طبقات. ضغط طبقات، قلنا ضغط الطبقات ده هو ضغط السوائل والغازات اللي محبوسة في طبقات الأرض. لو افترضنا ان دي طبقات الأرض وهنا عندي سائل او غاز معين محبوس بضغط، الضغط دوت ممكن يكون نورمال يعني طبيعي، او ممكن يكون اب نورمال يعني غير طبيعي. غير طبيعي يعني الضغط اللي موجود عند العمق دوت هو ضغط اكبر من اللي فوقي واكبر كمان من اللي تحت، اللي تحتي، تمام.
فالجزء ده بيكون عامل لي مشكلة، بيكون عامل لي مشكلة ليه؟ لأن أنا مش عارف أظبط الطفلة بتاعتي. هل أنا هظبطها على الضغط القليل اللي تحتها، ولا هظبطها على الضغط العالي ده؟ طب ماشي، واحد يقول لي لازم أظبطها على الضغط العالي. طب تمام، انت هتظبطها على الضغط العالي، هتتجاوز الجزء دوت، وبعدين هتخش على ضغط طبقات قليل، يبقى ضغط الطفل عندك في البير اعلى بكتير جدا من ضغط الطبقات هنا، ممكن يحصل لك لوسز او فراكشرينج. طيب عشان اتجنب المشكلة دي، لا طيب احنا هنحفر لحد الجزء دوت واستوب حفر، تمام، وبعد كده انا عايز اخلص من الجزء اللي مسبب لي مشكلة دي، عايز اعزله، عايز ابطنه. فانت لو نزلت الكيسنج هنا وتابعتها بالاوبريشن بتاع الاسمنت، تقدر بعد كده تكمل حفر عندك في السكشن اللي بعده بالمود ويت بتاعك من غير ما تعمل اي مشكلة للطبقات اللي موجودة هنا. يبقى دي اول حاجة بستخدم الاسمنت عليها، هي عزل الطبقات المسببة المشاكل، زي قلنا الابنورمال بريشر فورميشن. اي طبقة بقى يا شباب بتعمل لي مشكلة انا بكون عايز اعزلها. وعموما انا ما بطمنش وانا بحفر البير الا ما بعمل الكيسنج بتاعي والاسمنت. ليه؟ لان انت خلاص كده عملت كوفرنج او غطيت كل الطبقات اللي مكشوفة عندك، وبالتالي خلاص يبقى انت بتتعامل مع الماسورة الحديد اللي انت نزلتها الكيسنج دي، مفيش ضغط طبقات، مفيش طبقة هتعمل لك لصوص في الطفلة، مفيش كل المشاكل دي، تمام. طيب ممكن وانا بحفر برضو اقابل عند عمق معين طبقة النفاذية فيها عالية، النفاذية فيها عالية وانا نازل بحفر البير بتاعي كده، تمام. طبعا الطبقة اللي النفاذية فيها عالية دي هيحصل فيها لوسز او فقد في الطفلة، تمام. هحاول امشي واحده واحده كده وببساطه، مش عايزين نقول كم معلومات ما يتفهمش، واحده واحده كده وببساطه. قلنا اول حاجه بنستخدم فيها الاسمنت عزل الطبقات المسببه للمشاكل زي الاب نورمال فورميشن بريشر. تاني حاجه عزل الطبقات ذات النفاذيه العاليه الهاي بيرميابل فورميشن. طيب دي بعزلها ليه؟ قلنا عشان دي بتعمل لي فقد في الطفله، هي طبقة البورز فيها او الفراغات فيها كبيرة، فالطفلة بتخش وتمشي جوه الطبقة، فبالتالي الطفلة الليفل بتاعها او المستوى بتاعها بيقل جوه البير، فبالتالي الضغط اللي عاملة الطفلة بيقل، بيبتدي ضغط الطفلة يقل، ممكن يبقى اقل من ضغط الطبقات، يعمل لك كيك عند طبقة تانية فوق او تحت، تمام. فدي برضو انت طبقة عايز تخلص منها، عايز تكبرها بالكيسنج وبالاسمنت وتخلص منها، تمام. طيب الطبقة النفاذية دي مثلا تخيل ان جواها سولت ووتر مثلا، تمام، والريزرفوار بتاعك او المكمن البترولي بتاعك اللي فيه البترول تحتها، يعني قريب منها كده، مثلا نقول في فرق ديبث ما بينهم، تمام. الطبقة دي فيها الاويل بتاعك، فيها الايه؟ الاويل بتاعك، وانت بتحفر وعندك سولت ووتر هنا هاي بيرم. هاي بيرم يا شباب يعني الفلويد يقدر يمشي في الطبقة بسهولة، يقدر يخرج منها، تمام. طيب مش انت احتمالية ان السولت ووتر دي يحصل لها فلو للاويل دي بسيطة، سهلة حتى بالجرافيتي، يعني تأثير وزن الووتر، كلنا عارفين ان الدنستي بتاع الووتر اعلى عالية، فبالجرافيتي هتنزل تحت على الطبقة بتاع الاويل،
فممكن دي تعمل لي دامج على الريزرفوار بتاعي. طيب يبقى انت برضو محتاج تكفر الطبقة دي وتخلص منها، تمام. يبقى تاني حاجة عزل طبقات ذات النفاذية العالية اللي هي الهاي بيرم فورميشن، تمام. وقلنا طبعا اول حاجة اللي هي تثبيت الكيسنج، تثبيت الكيسنج، تمام. طيب ده ليه احنا بنستخدم السيمنت كوبريشن في الابار بتاعتنا؟ طيب مين اللي بيعمل لي السيمنت؟ مين اللي بيعمل لي السيمنت؟ زي ما احنا عارفين انا بيبقى عندي الاونر كومباني، دي الشركة اللي هي مالكة الحقل بتاعي، تمام، الفيلد بتاعي. السيمنت بيعمله لي شركة سيرفيس، شركة سيرفيس، تمام. والسيرفيس عندها بيبقى عندها حد اسمه السيمنت انجينير، تمام، وده المهندس اللي بيبقى مسؤول على الاوبريشنز كلها. طيب السيمنت بعمله امتى؟ لو قلنا السيكونس بتاعنا او الترتيب بتاعنا دريلينج، بعد كده الكيسنج، بعد كده السيمنت، بعد كده دريلينج تاني، وهكذا. يعني بحفر اول سيكشن، اعمل له الكيسنج بتاعته والسيمنت، بعد كده بنزل احفر السكشن اللي بعده. يبقى بدأنا بدريلينج اللي هو اول سكشن، نزلت الكيسنج، ثبتها بالاسمنت، بعد كده هعمل هركب الدقاق وانزل تاني احفر السكشن اللي بعده لحد دبس معين، اثبت الكيسنج بتاعتي، اسمنت، وهكذا. دريلينج هي كأنها سايكل كده. عرفنا امتى السيمنت بيتعمل، ترتيبه وسط الاوبريشن، وعرفنا احنا بنعمله ليه، وقلنا مين اللي بيعمله. مين اللي بيعمله؟ السيرفيس كومباني بتبقى عندها تيم هو خاص بالسيمنت اوبريشن، هم شغلهم كله سيمنت، ينزل من بريمة يروح بريمة تانية يعمل سيمنت، يخلص الجوب بتاعته يروح بريمة تانية يعمل سيمنت. طيب السيمنت احنا بنحتاجه كم مرة في البير؟ بنحتاجه كم مرة في البير؟ طبيعي الإجابة هتكون على قد عدد الكيسنج، لأن انت كل ما تنزل كيسنج بتكون محتاج تنزل سيمنت. طب احنا عندنا كم كيسنج؟ عندنا السيرفيس كيسنج، او نبتدي الاول بالكوندكتور، كوندكتور كيسنج، تمام، بعد كده السيرفيس كيسنج، بعد كده الانترميديت كيسنج، بعد كده البرودكشن كيس، رقم 5 سواء احتجته او محتجتوش اللي هو اللاينر. يبقى انا بعد كل كيسنج، بعد ما انزل كل كيسنج من الكيسنج دي، بحتاج على طول وراها عملية ايه؟ سيمنت، تمام. طيب الاي بي اي او معهد البترول الامريكي بتاعنا قسم لنا السيمنت اللي احنا هنستخدمه في ابار الزيت والغاز بتاعتنا لكذا كلاس او كذا درجة او كذا فئة، يعني ممكن نقول كذا فئة، تمام. الكلاس دي مسمينها بالحروف، يعني مثلا كلاس A، كلاس C، كلاس G، كلاس H، وبيقول لنا كل كلاس من دول هقدر استخدمهم على ديبث كام وعلى تمبريتشر كام، دي هنشوفها في السلايدز، تمام. يعني ده الكلاس، تمام، A C G H، تمام، وده الديبث والتمبريتشر يعني درجة الحرارة
والضغط. طيب الدبث ده العمق، سوري العمق، وده درجة الحرارة. الدبث كل ما بنزل تحت كل ما بحفر الدبث بتاعي بيزيد، درجة الحرارة بيحصل لها ايه؟ بتزيد. تمام، كل ما بتنزل لأعماق أكبر كل ما بتحتاج سيمنت ثيرمالي ستيبل، يعني يتحمل درجات الحرارة العالية. تمام، والكمبريسف سترينث بتاعته تكون عالية. يعني ايه الكمبريسف سترينث؟ يعني يا شباب الأسمنت ده لما ينشف، لما ينشف هيستحمل ضغط قد ايه عشان يتكسر؟ طبعا عارفين يعني اي اسمنت بتسيبه ينشف شوية، بعد شوية الاسمنت دوت بيبقى ليه كومبريسيف سترينث معين او ليه قوة معينة محتاجة عشان يتكسر. تمام، كل ما بنزل تحت طبعا عارفين ان الاوفر بيردن بتاعي بيزيد، الاوفر بيردن بريشر اللي هو ضغط الطبقات، فانت محتاج سيمنت قوي. فمثلا كلاس ايه ده؟ مثلا هو كلاس بيستخدم كلاس ايه ده بالمناسبة، هو الكلاس اللي هي زي الاسمنت اللي احنا عارفينه اللي احنا بنستخدمه في عمليات البناء. تمام، ده بيستخدم مثلا في اعماق قليلة، يعني مثلا لحد هنا انت تقدر تستخدم ايه. تمام، بس بعد العمق ده وليكن مثلا على سبيل المثال، ده مثلا 1000 متر. بعد ال1000 متر انت لو استخدمت كلاس ايه مش هيبقى efficient، يعني مش هيأدي لك ال purpose اللي انت عايزه او الغرض اللي انت عايزه، مش هيبقى thermally stable، هيبوظ. تمام، يبقى انت عملت السيمنت مثلا، تمام، نزلت بالبير بتاعك وحطيت السيمنت، تمام، بس السيمنت ده بعد شوية اصلا بوظ كله، مثلا نزل في الجزء اللي تحت هنا، الجزء ده بقى كله فاضي، يبقى الطبقة هنا مكشوفة، يبقى انت كأنك ما عملتش حاجة. تعمل لي حاجة اسمها flow behind the casing، يعني يبقى فيه سريان للفلويد خلف الكيسنج. تمام، بعد 1000 متر مثلا ال API بتقول لنا انت ينفع تستخدم كلاس C. تمام، ومثلا عند ال 1500 ينفع تستخدم كلاس G. بالمناسبة كلاس G هو اكتر كلاس يا شباب بستخدمه في الابار بتاعتنا. المهم اللي عايزكوا تعرفوه ان كل كلاس تشتغل عند دبس معين وعند تمبريتشر معين. طب واحد يقول لي طب ليه ما استخدمش يا دكتور الكلاس اللي هي اصلا كويسه في الاعماق الكبيره، استخدمها في الاعماق القليله؟ كوست. كل ما تستخدم كلاس اعلى، الثيرمال بروبرتيز بتاعتها اعلى، كومبرسيف سترينث بتاعتها اعلى، كل ما الكوست بتبقى اعلى. طب انا مش محتاج ده في الشالو ديبس، في الاعماق القليله، الاعماق القليله الدنيا سهله عندي، ليه استخدم كوست عالي في الاعماق القليله؟ فطبعا ايه، ما بافويد الكلام ده. طيب يبقى احنا كده يا شباب عرفنا السيمنت بيتعمل امتى، تمام، مين اللي بيعمله على البريمه، بعمل السيمنت ليه اصلا، عرفنا التايبس اوف كيسنج، 5 type of casing بتاعتي، عرفنا الكلاسز بتاع الاسمنت وكل كلاس بيختلف عن ايه في التاني، والكلاس بستخدمه عند ديبس وتمبريتشر معينة. طيب هل انا بستخدم السيمنت كده بس؟ لا، السيمنت بجيبه واضيف عليه شوية اضافات، شوية ايه اضافات. السيمنت زائد الاديتيفز دي بتديني السلاري، السلاري دي اللي هي عجينة الاسمنت، عجينة اللي احنا كلنا عارفينها اللي بنشوفها ديت. تمام، السلاري ديت، السلاري دي بقى لازم يكون ليها مواصفات معينة، لازم يكون ليها مواصفات معينة. زي ايه؟ اهم حاجة شباب الدنستي بتاعتي، الدنستي او الكثافة، الدنستي او الكثافة. طيب الدنستي عندنا في الحفر بنقيسها بالبي بي جي، البي بي جي ده اللي هو باوند بير جالون. تمام،
باونت او رطل لكل جالون. ليه الكثافة عندي مهمة يا شباب؟ لان دي اللي هتعمل لي ضغط. احنا عارفين ان الضغط عندنا في الحفر بنقيسه بالقانون ده 0.052 في رو في اتش. 0.05 دو ده كونستانت عشان اليونتس، الرو ديت بالبي بي جي ودي اللي هي الكثافة، والاتش ده اللي هو العمق. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ده البير بتاعي اهو، تمام، حفرته عند عمق معين، تمام، بضخ فيه اسمنت، بضخ فيه اسمنت مثلا، بضخه هنا. الاسمنت ده شباب هيعمل لي ضغط، هيعمل لي ضغط. الضغط ده بيمثل ايه؟ بيمثل لي العمق، يعني الجزء اللي انا هملاه اسمنت، في الدنستي بتاعته، الدنستي بتاع السلري اللي انا اصلا مظبطها زي ما انا عايز، في الرقم الثابت ده هيعمل لي ضغط هنا او بريشر هنا. البريشر ده شباب لازم يكون سوتابل مع البريشر بتاع الفورميشن هنا. ليه؟ لان هو لو عالي، لو اعلى من الفورميشن بريشر، السيمنت هيعمل لي فراك ويبتدي يخش جوه الطبقه وما يطلعش اصلا يكفر الجزء اللي فوق ده، تمام. طب لو قليل السيمنت يعني لو قليل الفورميشن بريشر هتبقى اعلى من السيمنت، يبتدي من قبل ما السيمنت نفسه يجف او يحصل له ثيكنينج، هنعرف يعني ايه ثيكنينج دي قدام، هيبتدي يحصل فيه شانلز كممرات، لان الفلو حصل فيها، تمام. فالاديتيفز عندي، بضيف اديتيفز زي ما قلنا عشان الدنستي، سواء بقى ازودها او اقللها على حسب الديزاين اللي عندي، او بضيف اكسلريتورز او ريتاردر. طبعا عارف ان في ناس ابتدت ايه مخها يقف شويه. طيب اكسلريتورز مسرعات، ريتاردر مؤخرات. طيب من اسمها كده دي بتسرع لي ان الاسمنت يشك، يعني السلاري اللي انا عملتها ديت عجينه لو ضفت عليها اكسلريتورز يبقى هتنشف بسرعه، بدل ما تنشف مثلا في ساعه وان اور، لا ده انا هضيف الاكسلريتور ده يخليها في نص، بس نص اور. الريتاردر مؤخرات، السلاري او العجينه دي بدل ما تنشف في 1 اور، لا ده انت هتضيف ريتاردر، تمام، هتخليها في 2 اورز. ليه يا شباب بعمل الكلام ده او ليه بضيف الكلام ده؟ احنا بنبقى مقدرين التايم بتاعنا، التايم بتاعنا اللي انا عايزه عشان ابامب الاسمنت. انت عشان تبامب الاسمنت محتاج ان انت تخش جوه الكيسنج ويخرج يكفر كل الجزء دوت، تمام. كل ده هياخد وقت. فافرض الاسمنت شك منك مثلا وانت لسه جوه الكيسنج، يبقى السيمنت اوبريشن بوظت. طب افرض الاسمنت وصلته انت خلاص كفر كل الفورميشن ديت ولسه ما شكش، يبقى انت ضايع تايم، والتايم تعمل لك كوست غالي على الفاضي، تمام. طيب دوت زي سامري كده للمحاضرة بتاعتنا النهاردة، ده اول جزء من سيمنت اوبريشن، هنكمله في المحاضرة اللي جاية. ودلوقتي ان شاء الله هنخش على السلايدز نشوف الكام نقطة اللي احنا قلناهم دول.